شو رأيك بالبولينج اللي عم بيصير على السوشيال ميديا؟ I'm completely against it. كتير شيء بشع، ليه بدهم يتنمروا؟ ليه بدهم يحكوا هيك؟ إنه هلأ this generation إنه كلها هيك، يعني we can't judge someone on his appearance أو حيالة شيء، وحتى إنه هيدا الشيء أبدا مش مقبول. أكيد شيء مش حلو. هلأ هي بطبع الإنسان إجمالا، بس بدها التربية. لا مفروض أصلا يكون في تنمر لا على السوشيال ميديا ولا بالإعلام ولا بالحياة الطبيعية. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من دردشة فيريفايد، ضمن سلسله حلقات بالتعاون بين مؤسسه مي شدياق للاعلام، يونسكو بيروت والسفاره الهولنديه. بالسنوات الاخيره عباره تنمر صارت عم تتداول بشكل كتير كبير بالاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وخلقت اشكاليه بالمجتمع يلي بيختلف حول المعنى الحقيقي لهالمصطلح. ضيفنا اليوم من ابرز الاسماء يلي بتخلق جدل بس نقول كلمه تنمر، الاعلامي والكوميدي الاستاذ هشام. انقذت فكرت اول شيء ضيفنا اليوم ابرز المتنمرين، فكرت حتقول ان انقذت، انا قلعت الطريقه، ما بعرف ليش كل ما يكون موضوع التنمر بيستضيفوني. عن جد انا بعتقد العالم ما عم بيفهموا الموضوع، يعني هو تنمر لما يكون في شخص قوي عم بيستهزئ بشخص اضعف منه جسديا ام اجتماعيا ام اخلاقيا، بيكون اسمه تنمر. شخصين متوازيين يعني سياسيين مثلا، let's say politicians two politicians عم ينتقدوا بعضهم، هذا نو واي يكون تنمر، لانه انت لما تنوجدي بالشان العام انت بتكوني عرضه للانتقاد. ما يعني انك عم بتنمروا عليك اذا انت بتعملي برنامج تلفزيوني، بتعملي خطا بالبرنامج التلفزيوني، انت مفروض كونك على الشاشه ما تعملي ولا، لانه انت موجوده لما تعملي ولا غلط، ولا فيكون في غيرك بتكون انت مش كفوها. اذا انت كل الوقت بتعملي اغلاط وتتعرضين للانتقاد في برنامج نقد ساخر مثل برنامج، مستحيل يكون مصنف ضمن التنمر. انا عن جد ما بحب ولا بقبل ولا بعتقد انه صحيح ينحط برنامجي بخانه التنمر او اللي بعمله بخانه التنمر. برايك اي مدى الكوميديا الساخره بتتحول لتنمر، وكيف انت ببرامجك بتفصل بين شو بتعتبره كوميديا وشو بتعتبره تنمر؟ هذا السؤال المضبوط. كوميديا لما تتخطى الاخلاقيات، لما تتخطى ولا مره شفتوني انا شفتوني شو مره بس على شكل جسدي، يعني شكل حدا مخاره طويل شو اسمه، او يعاني من شي مره حدا يعاني من صعوبات لفظيه او مثلا بتاتي او هيدا هون، هيدا مش تنمر، هيدا حتى اخلال بالمبادئ العامه، اخلال بالاخلاقيات حتى يتخطى التنمر. مزبوط. مشان هيك مثلا هلا بعصر الريتنج صار في مطلوب دائما رفع الدوز كرمال جذب المشاهدين او الحفاظ على نسبه مشاهده عاليه. مش مطلوب رفع الدوز، هو الدوز ما في شيء انترستينج اذا انت دوزك واطي. Nothing is interesting إذا أنت جاي. إذا أنا جيت اليوم قلت أنتوني شو بعرفني لابس أبيض، دوز واطي. مظبوط. إذا بدي أحكي بدي أحكي تفاصيل، بدي أحكي بدي أعلم الدوز، والدوز بيفرق من عصر لعصر. اللي كانوا يعملوا تيادو ديزاير بالتسعينات يمكن اليوم ما بقى يضحك، واللي كانوا يعملوا الأسأل شيء بميد 90s يمكن اليوم ما بقى يضحك، كانوا يعملوا ماريو باسيل ب 2005 يمكن اليوم ما بقى يضحك. كل كوميك كل وقت كل كوميديان له عصر، والكوميدي بتختلف من وقت لوقت، بتختلف حسب قديش الجمهور متلقي عنده access of information. يعني اليوم مثلا جمهور اللي بيضحكي بيوصل له 10,000 نكته كل يوم على السوشيال ميديا، مش معقول تقولي له نكت من عادي ويضحك، بتعمل كثير مجهود للضحكي. وقبل ما نكفي حوارنا خلينا نحضر سوا تقرير بيتناول موضوع التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي. مع الانتشار الواسع اللي حققته مواقع التواصل الاجتماعي بالفترة الأخيرة، انتشر مصطلح جديد بيوصف أسلوب الانتقاد اللي انتشر بهالمجال، وهالمصطلح هو تنمر، يلي أخذ حيز كبير بين مستخدمي مواقع التواصل لدرجة وصلت نسبة التنمر بلبنان آخر فترة لواحد من 2 من الأطفال إنه يتعرضوا للتنمر. كتير من المؤثرين والمؤثرات بالإعلام أو على مواقع التواصل تعرضوا هن أو أطفالهم للتنمر بأشكاله الكتيرة، إن كان على لون البشرة، الإصابة بمرض، الجنسية، والشكل أو غيرها. عندكم مشكلة مع لوني؟ هيدا خلقة الله، انتو هيك صارت مشكلتكم مع الله مباشرة، منكم لالله اصطفلوا، ما بقدر حل فيها شي صراحة. ما وقفت حالات التنمر بلبنان على هيدي المواضيع فقط، إنما وصلت أيضاً لاستغلال الشهرة من بعض المشهورين على هيدي المواقع والتنمر على مواطنين آخرين،
وهيدا بكتير من الأحيان خلق حالة غضب عند المتابعين. والله بخير لكن جبني ما فيها زبني هيشوف زاد يا غيرو جرب غيري شوف زي بيحط عن كابلي. ومن جهة تانية المشاهير كمان بكتير أحيان بيتعرضوا للتنمر من المتابعين وبأغلبها بتكون بتطال شكلهم بأسلوب مؤذي. أنا لما بيقعدوا ناس بيتمسخروا على تمي أو بيتمسخروا على حي الله شيء ما بيعنيني الأمر بتاتاً، بقول لهم أنا إليسا لما بتقدروا تعملوا أنا اللي قدرت عملته تبقوا تعالوا احكوها حي الله شغلة عندي إياها. التنمر هو نوع من أنواع العنف المعنوي وبكتير بلدان وصل البعض لدرجة الانتحار، وحتى اختيار العزلة على التواصل مع الناس لتجنب أي نوع من أنواع التنمر. من هون منشدد على ضرورة الوعي عند المواطنين خصوصاً المؤثرين على مواقع التواصل أنه يبقى الحد الفاصل كبير بين إبداء الرأي والانتقاد أو تنمر وأذية الآخر. برأيك قديش عم بيتم سوء استخدام موضوع التنمر ويلي بكتير أوقات مثل ما عم نشوف عم بيتم تسخيفه؟ التنمر عم بيستعمل ما بقى يعني سوء استعماله صار للترهيب، يعني بمعنى ليخلوك ما تنتقدي بيستعملوا التنمر سلاح بوجهك ليرهبوك انه انت عم تتخطى لك انت عم تتنمر انت. صار خففوا يعني صار كل الوقت عم يستعملوا انه انت عم تتنمر، خففوا من قيمة الكلمة اولا وعملوا نوع من قمع اخلاقي علينا وعلى كل واحد بيطلع بيعمل انتقاد او بيعمل يعني خلينا نسميها تهكم. طب وهل هشام حداد تعرض بحياته المهنية او الشخصية للتنمر؟ كيف تصرف؟ ما في انسان ما بيتعرض للتنمر بحياته، في انسان مرق كل حياته ما تعرض للتنمر. اي انواع تنمر تعرض؟ كل الانواع التنمر تعرض لها، تعرض لانواع التنمر على الشكل، تعرض للتنمر على طريقة كيف تحكي. ما كل انسان ليعمر شخصيته بيمر بكثير مراحل تحول. وهل يعني اثرت عليك؟ كيف شايفه؟ لا لا طب كتير أوقات يشن عليك على مواقع التواصل الاجتماعي هجوم من قبل جيوش إلكترونية بسبب أراءك السياسية والفنية. أي متى هشام حداد كتير أوقات بيتجاهل، بس أي متى هشام حداد بيضطر يرد وأي متى هشام حداد بيضطر يعمل بلوك؟ ما بيضطرد، أنا أفكر مش إنه بيضطرد، بتسلى أيام بالرد، ما بيضطر بحياتي رد بس ولا مرة برد عن تعصيب أو ولا مرة برد لأنه أثروا فيي أو ولا مرة برد لأنه يا لطيف شو جرحت، برد لانه عم بتسلف عم بتسلى يعني. وبلوك اي متى شي مره بتنجبر ما شتائي حدا بلوك؟ صدقني انا حتى شتائي ما بتزعجني، بحمل يعني حتى جلدي سميك، ما شتائي ما بتزعجني ابدا. وقبل ما نختم شو هي الرساله بتحب توجهها بخصوص موضوعنا اليوم اللي هو التنمر؟ مش كل شيء تنمر ومش كل شيء مش تنمر، يعني مش انه تفتح الامور انا يصير في ما بعود في ابدا يكون في ضوابط أخلاقية لأي نوع من نقد أو أي نوع من تهكم، يبطل فيه ضوابط مطلوبة. بس بذات الوقت كمان إنه كل شيء تنمر يصير في ضوابط خانقة لدرجة إنه يصير في قمع وترهيب واستعمال التنمر لإسكات الرأي الآخر أو لإسكات نوع من النقد المعين كمان مش مقبول. خير الحلول وخير الأمور وأوسطها. شكرا هشام حداد على حضورك معنا اليوم، ضيف مميز دايما وين محلات. وهلأ مشاهدينا منختم حلقة دردشة فيريفايد عن تقرير عن الفيك نيوز يلي قطعوا الأسبوع الماضي، ونحب نذكركم دايما تأكد من مصدر الخبر قبل نشره. شكرا إلى اللقاء. بيشهد العالم اليوم ظهور مشكلة جديدة بتتلخص بالأخبار الكاذبة بسبب تأثيراتها المحتملة يلي قد تكون سلبية حادة على عدة أصعد. فأبرز أخبار هيدا الأسبوع يلي خلقت بلبلة على الصعيد اللبناني كان خبر إنه مخزون الطحين بلبنان ما بيكفي أكثر من 20 يوم. الخبر يلي حاولت بعض الأفران تنشره مما دفع بوزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال أمين سلام لعقد مؤتمر وتكذيب الخبر يلي سبب هلع وزيادة التحديات عند الشعب اللبناني. أما الخبر الآخر هيدا الأسبوع فهو مداهمة وزير الصحة لمستودع اللحوم والدجاج الفاسد مع ذكر عدد من المطاعم والمؤسسات يلي بتتزود من منتجاته قبل ما يتبين أنه الخبر لا أساس لإله. على المستوى العالمي تم تداول فيديو مركب عن صاروخ كنزل الروسي يلي بتبلغ سرعته 12000 كيلومتر بالساعة. الخبر المنشور عبر الفيديو ذكر أنه تم استخدام الصاروخ لتدمير مستودع للأسلحة الأوكرانية بعمق 136 متر تحت الأرض، وتم تركيب الفيديو مع ذكر تراقب ردة فعل صحافي أمريكي على الصاروخ بهدف إعطائه مصداقية وجعل انتشاره أسرع. أمام هيك أخبار مختلقة بيوقف الإنسان والمجتمع من جديد أمام تحدي الحفاظ على مصداقية الأخبار والسيطرة على تداعياتها.